مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديدة. قضية النهاردة عن جريمة بتحصل في مكان عام قدام الناس وقدام الكاميرات وفي 35 ثانية بس، وعلشان نعرف اللي حصل بالظبط يلا بينا ندخل في تفاصيل القضية. اتولد بطل قصتنا طشان دانيال في 22 ديسمبر 1999، وكان عنده 20 سنة في الوقت اللي حصلت فيه الأحداث. طشان شاب رياضي من غرب لندن، وعنده أخت أصغر منه اسمها أوشيانا، وغير إن هم أخوات فهم أصدقاء مقربين جدا لبعض، وطشان كان مصدر إلهام ليها في كل حاجة. حتى كمان أبوه قال عنه إنه شخص كويس جدا وكل الناس بتحترمه، وعلشان كده هو كان فخور بيه جدا. طشان رياضي طموح وعداء موهوب جدا، متخصص في سباقات السرعة الـ200 متر، وهدفه النهائي كان انه يوصل للأولمبياد. واخت اوشيانا كانت من اكتر الناس اللي بتشجعه، لانها كانت مؤمنة بيه وواثقة ان هو هيقدر يعمل كده. دخل نادي هلينجدون الرياضي، وكان بيروح يتمرن 4 أو 5 مرات كل اسبوع، وكمان درس في المدرسة التصوير الفوتوغرافي، وعلشان كده كان شغوف بيه جدا. وبعد المدرسة قدر يلاقي وظيفة كمصور ازياء. كان عنده كمان هوايات تانية كتير زي الموضة وكرة القدم، وكان بيحب نادي أرسنال جدا وبيشجعه. أول مباراة كرة قدم حضرها في الاستاد كان وهو عنده 5 سنين، وفي عيد ميلاده الـ20 قرر يجيب لنفسه هدية، وهي تذكرة لمباراة أرسنال ونوتنغهام، وياريته ما عمل كده. ولأنه مشجع مهم جدا لأرسنال، ولأن المباراة دي كانت على الكاس، فكان لازم يروح يحضر الماتش في الاستاد. المباراة كانت يوم 24 ديسمبر 2019، يعني بعد يومين بس من عيد ميلاده، وكان المفروض اللي يحصل ان هو يروح استاد الامارات هو وصاحبه علشان يتفرجوا على المباراة، بس من حظه انه يوم المباراة كان عنده حاجات كتير لازم يعملها. وكانت اول مهمة في اليوم ده انه يروح مع جده جلسة علاج في مركز رعاية للعلاج الطبيعي، وبعد كده خرج يتغدى مع والدته، واخيرا رجع البيت علشان يساعد ابوه في شوية حاجات كده على الكمبيوتر. وفي الوقت ده كان متأخر، لانه المفروض كان يقابل صاحبه الساعة 3:30، بس هو دلوقتي متأخر عليه، فبسرعة لبس تيشيرت النادي واضطر يمشي قبل ما يكمل مساعدة ابوه على الكمبيوتر، وعلشان كده كان ابوه يعني زعل منه شوية كده. المهم انه قابل صاحبه، وكان المفروض انهم هيركبوا المترو من محطة هيلينجدون في غرب لندن علشان يوصلوا لاستاد الامارات في شمال لندن. راحوا للرصيف بتاعهم ووقفوا في انتظار وصول المترو، وهم واقفين سمعوا صوت 2 شباب على الرصيف المقابل ليهم، وصوتهم يعني كان عالي شوية وملفت للانتباه، والاتنين تقريبا كانوا في نفس سن طشان. فطشان الصوت لفت انتباهه وبيلف يبص عليهم يشوف في ايه، بصة عادية جدا ما وراهاش اي حاجة يعني، وما يقصدش بيها اي حاجة، بس هم الظاهر كده ما عجبتهمش البصة، وبدأوا يعلوا صوتهم عليه ويقولوا له في ايه، انت بتبص على ايه، بتدور على حاجة ولا ايه. وطريقة كلامهم كانت بتهكم شوية كده، يعني هم اصلا الظاهر كانوا متضايقين وواقفين على تكة. طشان لقى الموضوع سخيف قوي ومش مستاهل، يعني اللي هو ما كانتش بصة يا عم، فطلب منهم يهدوا شوية لان الموضوع مش مستاهل اصلا، وانهم يركبوا القطر بتاعهم ويمشوا خلاص يعني يعدوا الموضوع. طشان كان بيحاول ينهي المشكلة قبل ما تبدأ اصلا، يعني كان بيحاول يعدي الموضوع كده وخلاص، هو مش جاي يتخانق يعني، بس هو مش عارف برضو هم ليه متضايقين قوي منه كده. بس هم برضو ما عجبهمش ان هو رد عليهم ودافع عن نفسه، وقرروا هما الاتنين انهم يعملوا معاه مشكلة كبيرة، وقاموا من مكانهم وطلعوا من على كوبري المشاه علشان يعدوا من الرصيف اللي كانوا واقفين عليه للرصيف اللي واقف عليه طشان. وصلوا عندهم وبدأوا يتهجموا عليهم، وحصلت مشادة بينهم هما الاتنين وبين طشان وصاحبه. المشادة كانت بين طشان وواحد من الاتنين دول وصاحب طشان والشخص التاني من الاتنين، يعني كل اتنين بيتخانقوا مع بعض. طشان وصاحبه كل اللي هما بيعملوه ان هما بيدافعوا عن نفسهم، وحرفيا هم مش عارفين ايه اللي عملوه غلط يستاهل كل ده. وفي الوقت ده عليت حدة المشدة، وفجأة الشخص اللي كان بيتخانق قصاد طشان طلع سكينة، والمصيبة ان هي ما كانتش سكينة عادية، دي كانت سكينة بيستخدمها الجيش الالماني
في فتح إزاز العربيات وقطع أحزمة الأمان بتاع مقاعد السيارات، ومش المفروض أصلا إن هي تكون في إيد مواطن عادي كده. المهم إنه ضرب السكينة دي في صدر طشان ودخل النصل بتاعها كله في صدره، والنصل بتاعها كان طوله 15 سنتي. اللي حصل ده كله ما خدش ثواني معدودة، وبعد ما استوعبوا خلاص هما الاتنين ان هما دلوقتي تقريبا قتلوا شخص، رجعوا تاني يجروا على كوبري المشاه علشان يهربوا، وفضلوا يجروا لحد ما طلعوا للشارع وبعدوا عن مكان الحادث. بعض الشهود اللي استجوبتهم الشرطة بعد الجريمة قالوا ان هما شافوا الشابين دول وهم طالعين يجروا من المحطة، والمصيبة انهم كانوا بيضحكوا. خلينا نرجع تاني لطشان لما اتضرب بالسكينة ووقع على الارض، وبسبب كمية الادرينالين اللي كان بيفرزها جسمه في الوقت ده كان قادر لسه ياخد نفسه، وكمان كان بيحاول يتحرك ويستخبى منهم علشان لو رجعوا له تاني، والقطر كان واقف لسه ما اتحركش، فقدر ان هو يسحب نفسه لباب القطر، وطبعا كان في دم كتير جدا مكانه على المحطة ومكانه لما دخل القطر. وعلى طول ناس كتير من اللي كانوا واقفين اتصلوا بالاسعاف وبالطوارئ، ووصلت عربيات اسعاف كتير، ووصل كمان طيارة اسعاف جوي، واكيد طبعا وصلت الشرطة واتصلوا بعيلة طشان وبلغوهم باللي حصل، وعلى طول هم كمان كانوا في طريقهم للمحطة. بس للأسف الشرطة كانت عملت إخلاء للمحطة كلها وما سمحوش حتى لعيلته إن هم يدخلوا، بس طبعا قدروا يقنعوا الشرطة إن هم يدخلوا، وقالوا لهم يعني ده ابننا وممكن يكون دلوقتي بيموت ومحتاجنا، فإحنا لازم نشوفه حالا. فسمحوا لهم يدخلوا وراحوا على طول لمكان الحادث، ولقوا طشان لسه مرمي في مكانه، لأن المسعفين خرجوه برا القطر وكانوا بيحاولوا يوقفوا النزيف ويعملوا انعاش لقلبه علشان ما يقفش. ابوه قال ان هما وهما جايين في الطريق وهما داخلين المحطة ونازلين على السلم كل ده كان بيتمنى ان يكون بس تشابه اسماء، او ان الشرطة غلطت في الاسم مثلا مش اكتر، وان اللي حصل له كده ما يكونش ابنه، ولكن ما تأكدش ان هو ابنه فعلا الا لما شاف وشه. وجريت كمان سيليا والدته وكانت بتتوسل للمسعفين ان هما يسمحوا لها تقرب منه وتمسك ايده، وفعلا سمحوا لها، فبدأت تبوسه وتقول له ان هي بتحبه جدا وان هي ما تقدرش تستغنى عنه، بس ده للأسف كان معطل المسعفين عن شغلهم، فاضطروا ان هم يبعدوها علشان يعرفوا يشتغلوا كويس. كل ده واخت اوشيانا واقفة بعيد مفيش اي تعبير او رد فعل على وشها من كتر الصدمة اللي هي فيها، لحد ما جالهم واحد من المسعفين وقال لهم احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، بس للأسف قلبه وقف وما قدرناش ننقذه. طبعا ما تتخيلوش شعور الأسرة اللي ابنهم لسه سايبهم من 20 دقيقة بالظبط علشان يطلع يروح المباراة، ويجي لهم اتصال بعد 20 دقيقة يقولوا لهم ابنكم بين الحياة والموت في المكان الفلاني، ولما يوصلوا يلاقوا ابنهم مات. صدمة ومفاجأة في نفس الوقت، وطبعا الشرطة ما خدتش وقت كتير علشان تتعرف على المشتبه فيهم، لان كان في شهود كتير في المحطة، وكمان كان في كاميرات مراقبة مترشقة في المحطة كلها. وكان الشاب الاول جوناثان كاميل عنده 19 سنة، اما الشاب الثاني واللي طعن طشان اسمه أليكس لانينج وعنده 23 سنة. وأليكس بقى الشرطة كانت عارفاه كويس جدا، لانه اصلا كان تاجر مخدرات، وكمان اصلا هو كان في السجن بسبب محاولته لقتل شخص سنة 2016. كان أليكس طعن شخص 11 طعنة في صدره، بس سبحان الله الشخص ده قدروا ينقذوه وخف وعاش حياته عادي، وعلشان كده أليكس خد حكم بأربع سنين بس، وللأسف انه خرج سنة 2018 في نص المدة، يعني بعد سنتين بس سجن، مقارنة مع طشان اللي اتضرب طعنة واحدة بس ومات. تخيلوا لما يكون ضارب شخص 11 طعنة وياخد 4 سنين بس، مع ان دي جريمة شروع في قتل، امال بقى طشان اللي ضربه طعنة واحدة بس هيحكمه عليه بكام، بشهر ولا شهرين؟ ما هو لو من الاول كان خد حكم كويس في القضية ما كانش زمانه خرج من السجن دلوقتي، وما كانش زمانه قتل طشان. المهم ان الشرطة قدرت تتابعهم على كاميرات المراقبة
بعد ما قتلوا طشان وخرجوا من المحطة وبيجروا في الشوارع، وكل ده الكاميرات مصوراه، لحد ما وصلوا لعقار سكني خبوا فيه سلاح الجريمة اللي هو السكينة تحت حجر موجود في العقار ده، وسرقوا فوط من حبل غسيل كان في الشارع قابلهم علشان يحطوها على راسهم ويخبوا وشهم. وفي مصادر تانية برضو قالت ان هما سرقوا بيجامات نسائية من حبل غسيل قابلهم برضو ولبسوها علشان يتخفوا فيها وهم ماشيين في الشارع، وقلعوا الهدوم اللي كانت عليهم لانها كانت عليها دم، وفضلوا هربانين لمدة 10 أيام بيناموا في الشوارع، يتنقلوا من هنا لهنا لهنا علشان الشرطة ما تعرفش مكانهم وتقبض عليهم. وبعد 10 أيام أخيرا تم القبض عليهم في وسط لندن، وخدوهم لمركز الشرطة علشان يحققوا معاهم. وفي التحقيق معاهم أليكس طبعا كان بيحاول يبرئ نفسه بكل وسيلة، وقال لهم ان هو ما كانش قصده خالص انه يقتل طشان، لكن في المجمل اصلا لما تكون انت شايل سلاح خطير زي ده مش المفروض اصلا ان هو يكون مع مواطن عادي، فايه هتكون نيتك مثلا انك تقطع بيه تفاح مثلا؟ ما انت اكيد شايله معاك علشان هتأذي بيه حد. ولما المحققين سألوه انت جبت السلاح الخطير ده منين، قال لهم انه جابه من لوكيشن تصوير الجزء التاسع من فيلم فاست اند فيوريوس، لانه كان شغال في لوكيشن التصوير. الشرطة اتواصلت مع شركة انتاج الفيلم، والشركة ردت عليهم وقالت لهم ان السكينة دي مش بتاعتهم، لان الشركة اللي هم بيتعاملوا معاها مش نفس الشركة اللي مصنع السكينة دي. وغير كل ده اصلا فالحاجات الاسلحة اللي هم بيستخدموها في التصوير دي بتكون بس مجرد اكسسوارات ومش حادة علشان ما تعورش حد، في حين ان السكينة دي كانت حادة جدا. المهم انه في الاخر برضو الشرطة ما عرفتش هو جايب السكينة منين. وفي المحكمة أليكس قال للقاضي ان هو قتل طشان بالصدفة، وان المفروض انها كانت مشادة عادية وهو كان بيدافع عن نفسه، فطلع السكينة بس مجرد يعني تهديد علشان يبين نفسه جامد وكده ويخوف طشان وصاحبه، ولكن لما حدة المشدة عليت استخدم السكينة غصب عنه، وكان بيحاول في المحكمة يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يتحاكم بتهمة القتل غير العمد، وطبعا منجحش في كل ده لان هيئة المحلفين ما صدقوش كلامه. وفي الاخر المحكمة ادانته بجريمة القتل واتحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة كحد ادنى. اما الشخص التاني اللي هو جوناثان فحاول برضو يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحاكموه بتهمة القتل غير العمد، بس جوناثان نجح في ده بالفعل، وقال لهم انه ما كانش يعرف اصلا ان أليكس معاه سلاح، وانه لو كان يعرف ان صاحبه بالخطورة دي ما كانش سمح له اصلا انه يدخل في مشادة مع طشان وصاحبه، وقال لهم انه ما كانش اصلا في نيته ان هو يقتل حد، هو يعني صاحبه كان بيتخانق فهو راح يتخانق معاه ويدافع عنه مش اكتر. المحكمة صدقته واتحاكم بتهمة القتل غير العمد، وخد حكم بالسجن لمدة 6 سنين ونص. وهما الاتنين عملوا استئناف على الحكم علشان يقللوه اكتر او يطلعوا براءة، بس المحكمة رفضت الاستئناف بتاعهم لان المحكمة شافت ان هما الاتنين ما يستحقوش ده، لانهم ما كانش باين عليهم اي ذرة ندم على اللي هما عملوه. وطبعا وفاة طشان فضلت مأثرة على عيلته لمدة طويلة، لدرجة ان اخته اصلا ما قدرتش تدخل المحطة دي تاني اللي هي كانت يعتبر جنب بيتهم، وكانت بتاخد مواصلة نص ساعة علشان تروح المحطة اللي بعدها. حتى صاحبه كمان مش قادر يتخطى وفاته، وبيقول ان هو دايما بيقعد يكلمه ويقول له عن حياته واللي بيحصل معاه في مستقبله وياخد رأيه، وقال ان هو بعد وفاته اتصل بيه كذا مرة وهو ناسي خالص ان هو مات لانه كان دايما بيتصل بيه. على كل حال قضية النهاردة خلصت لحد هنا، انا عارف ان هي مش قضية طويلة وان انتوا بتحبوا القضايا الطويلة، بس يعني معلش فترة الامتحانات دي تعدي وهنرجع تاني للقضايا الطويلة بإذن الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة لو انت جديد، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.